طاهر محمد طاهر رجل للمباراة اليوم، بيحرز الهدف رقم 21 ليه مع النادي الأهلي، وبالمناسبة ده الهدف الرابع ليه في استاد المقاولين العرب، وكأن استاد المقاولين العرب وش السعد على طاهر محمد طاهر. كابتن هاني، طاهر محمد طاهر بيواصل التألق مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وبدأ يثبت أقدامه في الملعب، والنهاردة بيحرز هدف بثلاث نقاط مهمة للنادي الأهلي في مشوار الدوري. ده حقيقي طاهر، يمكن السنة اللي فاتت كان في بعض انتقادات كثيرة جدا جدا، وهو كمان كان متأثر نفسيا بالموضوع دوت، وكان كتير من الناس بتقول إن طاهر مش هيكون متواجد. نرجع كمان بالذاكرة، كمان رامي ربيع في فترة من الفترات كان بيتقال إن رامي أو خلاص رامي هيبقى خارج حسابات النادي الأهلي. أنا الحقيقة بحيي طبعا رامي، مقدم موسم ولا أروع على مستوى النادي الأهلي وعلى مستوى منتخب مصر. كمان بداية جيدة جدا لطاهر محمد طاهر. طاهر منذ فترات طويلة ما بيشاركش بصفة أساسية، حاطط رجله كويس في الملعب. النهاردة بيحرز هدف الفوز، غير أن في اعتقادي الشخصي الكمية الجري وكمية المحاولات اللي قام بيها، حتى لو كان في بعض الأحيان محاولات غير صحيحة، لكن بيحاول، عنده القدرة أنه بيحاول، عنده قدرة بلغة الكرة بيعافر. فمقدم الشوط الاولاني جيد جدا، الشوط الثاني كل الناس يعني تحت المتوسط، لكن طاهر الحقيقه يستحق جايزه رجل المباراه. يمكن كمان مروان عطيه عمل مباراه جيده من حيث تغطيه اجزاء كثيره جدا من الملعب، سواء على مستوى التغطيه او على مستوى الباسنج. لكن خلينا نتكلم ان طاهر الحقيقه بيقدم بدايه موسم جيد. ما هو مطلوب من طاهر؟ لسه احنا قدامنا موسم طويل جدا ومباريات كثيره جدا، مطلوب نفس التركيز، نفس الاداء، نفس الروح المعنويه. شايفين روح معنويه عاليه، بيقدم مستوى جيد، فده هو المطلوب مش لطاهر بس، كمان على مستوى كل اللعيبه. يعني احنا في مرحله الحقيقه لا تستدعي انك تمشي على سطر وتسيب سطر. المستوى الفني هيعلى مليون في الميه، هيعلى كمان اكتر من مباراه سيراميكا. انت ما زلت برضو في بدايات الدوري او بدايات موسم طويل، وبالتالي طبيعي حتى على المستوى العلمي ان الكيرف هيعلى، المستوى البدني هيعلى، التركيز هيعلى، المباريات كل ما بتخش في المباريات كل ما العمليه بتبقى بالنسبه لك المباراه اللي بعديها بتزودك قدره بدنيه، قدره فنيه، ذهنيه، كل ده بيعلي اللعيب. فاحنا في بدايه الدوري الحمد لله، الحمد لله النتائج جيده جدا على مستوى النتائج، مباريات في مستويات عاليه جدا زي مباراه سيراميكا الشوط الثاني، مباراه العين قدمنا مستوى عالي جدا. وارد جدا انك تخسر الاداء دوت او يقل ادائك في بعض المباريات، ده وارد، لكن المهم انك بتكسب. وده شيء يحسب حقيقه يعني معظم الفرق الكبيره الحقيقه لما ما بتكونش في احسن حالاتها، لكن بتخرج بنتيجه جيده. ثلاث نقاط مهمين جدا.